أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. مرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في برنامج حديث اليوم. نلتقي في برنامج حديث اليوم مع الأستاذ فايز السليك، وهو محلل ومستشار سابق للرئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية تقدم، حيث ساهم الأستاذ فايز اليوم في مناقشة ورقة مهمة هي حول خطاب الكراهية. في البداية يعرفنا فايز بما هي أهم النقاط التي تم نقاشها في هذه الورقة وما إلى ماذا أشارت. شكرا جزيلا، التحية لك أشرف، والتحية لكل مستمعي راديو دابنغا في كل مكان. نعم، اليوم كانت هنالك جلسة عن خطاب الكراهية، وهي جلسة مهمة لأنه بتلخص الأزمة السودانية الحالية وعبر الزمان. الكراهية هي أدت إلى الحرب، والكراهية هي أدت إلى تمزيق المجتمع السوداني وإلى انهيار الدولة. ويعني لو الناس عايز تعرف الكراهية شنو، على أساس علمي ولا على أساس قانوني ولا غيره، لحد الآن الأمم المتحدة ما عندها لها تعريف محدد، بقدر ما هي حالة نفسية أو ذهنية بتتبني على كراهية أفراد أو مجموعة من المجتمع. وهذه الكراهية ممكن تكون بأسباب عنصرية، لاختلاف الأعراق أو القبائل، لأسباب دينية، لأسباب ثقافية، لأسباب نوعية، لأسباب اجتماعية، حتى ممكن برضو تكون لأسباب اقتصادية. كل هذه العوامل بتولد الكراهية في النفوس البشرية. وفي السودان للأسف الشديد الكراهية مرتبطة بفشلنا في خلق مشروع وطني وبناء دولة حقيقية تعبر عن كل السودانيين. عشان كده لما ناخد مثلا الحرب المشتعلة من 15 أبريل 2023، ما في كراهية أكتر من ما يتم من حالات اغتصاب وتعدي على ممتلكات الناس وكل أشكال العنف المبنية على كراهية الآخر. وفي ذات الوقت أيضا تجد قطع الرؤوس وجزها وقطع الأحشاء وغيرها من المشاهد المؤسفة جدا جدا اللي بتعزز من سلوك الكراهية الأصل موجود. لأنه الليلة أنت لما تجيب مثلا أسير من منطقة معينة وتقتله أو تطبحه قدام الناس أو يعني ترتكب معه انتهاكات أو إهانة، بس أنت هنا بتصير كل المكون الاجتماعي بنتمي له هذا الرجل أو هذا الأسير بغض النظر عن موقفك منه. فالكراهية دي يعني في السودان قديمة من زمن الدولة أو من قبل الدولة الحديثة ذاتها، يعني من زمان حتى في غنانة الناس بتغني دخلوها وسجيرة حام، يعني شوف أنا ليهم بجور سلام. ده خطاب عنيف جدا اللي هو الغنى بيعزز المسألة دي للأسف الشديد، لحد ما وصلنا لمرحلة بل غيره ما في حل وجغم وشنو، يعني حتى اللغة ذاتها بقت لغة عنيفة ولغة مليانة كراهية. الكراهية موجودة زي ما قلت. هل تقصد أن الخطاب التعب المتبع الآن من الطرفين مكرس لخطاب الكراهية؟ طبعا مكرس لخطاب الكراهية. إذا مثلا بتجد خطاب، إذا مسكنا طرف مثلا، إذا مسكنا طرف الجيش باعتبار أنه هو مفروض يكون هو المؤسسة الرسمية بتعبر عن الدولة، أنا بقول مفروض، لكن هي من الحقيقة طبعا، لكن نظريا بنلقى الخطاب هنا مثلا بيتكلم عن عرب الشتات، المرتزقة، الما سودانيين، عملاء كده، حتى الكراهية مسقطة حتى على القوى السياسية والمدنية الما عندها علاقة أصلا بالدعم السريع، اللي هو بيلصق بها الكراهية دي على أساس يلقى مش يعني سبب منطقي بالنسبة لي أو لآخرين عشان ممكن يمسح بالأرض، ممكن يعتقله، ممكن يقتله، ممكن
يكون دمه حلال. وحتى في يعني الثورة مثلا يقول لك بيكم بيكم قحاطة بعض الدم، ده شعار فيه كراهية، اللي هو ترسيخ الكراهية لقوى الحرية والتغيير والقوى المدنية. بتلقى برضو مثلا من أنواع الكراهية المستخدمة حتى الشعار الديني المتطرف، فليعد للدين مجده أو ترق منهم دماء أو ترق منا دماء أو ترق كل الدماء. ده معادلة صفرية، يعني معناها أنت كاره الآخر، يا أقتل يا يقتلني يا نموت كلنا، أصله ما في أي مساحة للتسامح والتعايش مع الآخر ده. فده خطاب استمر 30 سنة في حرب الجنوب شفناه، وفي حرب دارفور في النهاية أدى لفصل الجنوب، وأدى إلى مشاكل إبادة جماعية في دارفور، وأدى إلى 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 تشظي اجتماعي كبير جدا. لا زال الشعب السوداني بيدفع ثمن هذا الخطاب المؤسف. الآخر أيضا الدعم السريع، أيضا عندما يتحدث بعض المنسوبين لأوقات عن قبائل الشمال، عن نساء الشمال، عن وغيره من يعني من غير ذكر أسماء للأفراد، لكن عندهم خطاب بغيض. بعضهم عنده خطاب بغيض برغم أنه بيتكلم بشعار عام عن المدنية والديمقراطية. لا يمكن أن تتكلم عن الديمقراطية والمدنية وتوجه خطاب فيه كراهية للدرجة دي. هذا الخطاب خطاب زي ما أنا قلت قديم وموجود في تاريخنا وموروث، وللأسف الشديد مع انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، بقت المسائل اللي موجودة اللي هي في الصور، في الفيديوهات، في المناظر الممكن تثير نوع من الكراهية لدى الآخر. والفيسبوك يعني للأسف الشديد في السودان زي ما أنا بقول إنه في جحافل حمقى تسللوا داخل هذا الفضاء وأفسدوا الفضاء عبر اللايفات الغريبة، الأشباح اللي بتتكلم عن اللي بتدي تعليمات للجيش. يعني ما ممكن الجيش يكرم أشباح وتدي تعليمات، ومسائل غريبة جدا. وهذا الخطاب كله يدعو للكراهية. الغريب الفيسبوك نفسه في سنة من السنوات قال إنه في 4 شهور أو في النصف الأول الثاني من النصف الأول الربع الثاني من النصف الأول من أحد الأعوام تقريبا 19 أو 2020 مسح قال 200 مليون مادة فيها كراهية. والفيسبوك ذاته بيقول لك بتكلم عن معايير بتاعت مجتمع محدد، من ضمنها بخط حاجة عن الكراهية، إنه أي كلام يدعو للكراهية لأي سبب من أسباب الفيسبوك بيحذفه، ممكن يقفل الحساب، ممكن وقفلوا آلاف الحسابات بسبب ضخ هذا الخطاب المبني على الكراهية. الكراهية بتزدهر برضو لأنه متأصلة في السودان بشكل عام بسبب التنوع الثقافي والفشل في إدارة هذا التنوع، موجودة كقيمة مجتمعية في عدد من المجتمعات، موجودة أيضا في مؤسسات الدولة الرسمية، موجودة أيضا في مناهج التعليم. كل المسائل اللي ما لم يتم تغيير كامل أو إعادة هيكلة لمفاهيم كثيرة جدا بما فيها مناهج التعليم، بما فيها وسائل الإعلام، إضافة إلى تشريعات لضبط الخطاب، وصاح الناس بتتخوف العلاقة ما بين حرية التعبير وما بين إنك تضيق على الخطاب اللي بتفتكره إنه خطاب بتاع كراهية أو خطاب يثير للآخرين يثيرهم. زي مثلا يعني مسؤول أمني بيتكلم عن قبائل محددة يقول إنه دين ما سودانيين، أو مفروض نرجع نعيد أوراقهم كلهم ونشوف السوداني منه والما سوداني منه. ده غريب، ما بيحصل إلا في دولة عنصرية. والمسألة دي جزء من الحرب زي ما كانت جزء في رواندا. بالناسبة ناس رواندا ديل استخدموا الحاجة دي، عندهم تجربة قريبة من بتاعتنا دي. انت تشيطن الآخر وتقلل منه وتقلل من قيمته في النهاية عشان يكون هدف هين وسهل تضطهده. لما يقول لك مثلا الجماعة في رواندا يقول لك ديل حشرات، خلاص أي زول ممكن يبيد الحشرات دي،
او يجي يقول لك يعني ديل ناس كده او ديل خونه او غيره. اي زول ممكن يقوم على طريقه الوصايا العشر اللي كانت موجوده في رواندا، لا تقرب، لا 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 تتحدث معهم، لا تتواصل معهم، لا تتزوج معهم، لا 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 لا، اللي هي بس كراهية نحن وهم، اللي هي بتكسب الناس إلى اثنين. فبالتالي أنت إذا بتبس كراهية ضد الآخر، الآخر أيضا بيستقبل الرسالة دي وبيبس كراهية ضدك، فبتتحول إلى الحروب، إلى مجازر، إلى عبادات جماعية. يعني عبادة جماعية حصلت في رواندا بسبب خطاب الكراهية، بسبب العنصرية، بسبب هذه المسائل. ما لم نحن نخط تشريعات جيدة وتوعية كمان، لأن التوعية دي أهم شيء، والفن برضو بيلعب دور. المهم يعني مسائل كثيرة جدا عن الكراهية، ويجب أن نتركها حتى نعيش في سلام، وحتى يكون عندنا وطن حقيقي، غير كده ما بنقدر نتعايش. شكرا أستاذ فايز السليك، وإلى أن نلتقي بك في حلقة قادمة من حديث اليوم. شكرا مستمعي راديو دبنجا لحسن المتابعة.